الكاتب الكبير محمد حسنين هيكا. 5000. هل يوجد بصيص أمل أو نور في الصحافة المصرية يا أستاذ مفيد لأن يكون هناك خليفة للأستاذ محمد حسنين هيكل؟ الإجابة لا، لأنه هيكل هو أمير الصياغة في الصحافة المصرية، لن يتكرر. اللي بعده، السيدة أم كلثوم والسيدة فيروز، Love. من منهم تأخذ اللف من حضرتك؟ لف أم كلثوم رغم أني فيروزي. اللي بعده، نعم، حط لي علامة يا أستاذ مفيد. غضب. غضب لأنه العاقل الذي يدعي الجنون، وهو شديد العقل ويعرف كيف يتعامل مع الناس. أنا غاضب لأنه ابتلع زجاجة كاملة من أقراص جنون العظمة. فول ستوب. ليه بيعمل كده؟ يبدو أن المجتمع محتاج لهذا الأسلوب. ممكن إيه اللي يحصل عليه نتيجة هذا الإدعاء؟ يسأل شخصياً